صباح النور، صباح الخير عليكم، صباح الخير، صباح العافية والصحة دايما يا ربي. صباح الخير على الشعوب اللي تعاني من الوباء، وربي يشفيها إن شاء الله. الحمد لله على بلادنا وعلى وضعية الصحية تاعنا، الحمد لله، نحمده ونشكره، الحمد لله. صباح الخير جزائريين في كل مكان في جميع أنحاء العالم، صباح الخير عليكم. ونقولوا تاني صباح الخير على المراكة اللي يحبونا ونحبوهم، نقولوا لهم تاني صباح الخير. يا تيك توك، يا تيك توك، يمنوا بالغولة، سبحان الله، يمنوا بالغولة على هذيك، يعني فريمون خسروا كل شيء، خسروا اراضيهم، خسروا، يمنوا بالغولة. نفس نقول لك التبهليل تاع الملوك تاعهم، نفس التبهليل. بشرى، بشرى الملكة، ابليس المراك، واش راكي، واش حوالك يا بشرى، يا ابليس المغرب، تبهديلة اللي حطيتي روحك فيها، تبهديلة على بالك، تبهديلة، تبهديلة. وش داك اللي خاطيك، اللي خاطيك ويكشفك، بركاي بركاي بنابورت كوا، تسمى يجيبو يحطوهولك تمني بيه. والله جون دو انتي على هذيك بهلولة، على هذيك لعبوا عليك. صح كي قلتي لعب عليا المصري، انا بدا يدخلني الشك تلما فوزيت توي ايديوت، اون ايديوت، بهلولة يا بهلولة، بهلولة، ابليس بهلول، ابليس البهلول، ابليس. البارح تحكيو على باللي ما كانش الرجولة في الجزائر، ما كانش مي، راكي حمارة. شوفي دوك نقول لك انتي تمثلي، شوفي قلنا تمثلي الفقر، درجة الفقر الكبيرة، يعني فريمون انتي اللي تمثليها، وهاكي على بالك ما نبقاوش نعاودو في الهضرة. تمثلي باللي انتي، باللي حقيقة المغرب ما فيهش رجال، انتي هكذا، انتي كإبليس. شوفي عليه تمثلي باللي ما كانش حقيقة رجال في المراك. رحتي تفتشي في، رحتي لفرنسا، كنتي مع واحد فرونسي ما نعرفش، حبيتي تلعبي له، ساعة قال لك باللي انا مانيش شوي با في بوغ لو مارياج، ديزولي. رحتي للمصري مسكين، حبيتي تلعبي له، تفتشي على بنه من كأن، يعني فريمون المغرب ما فيهش، المراك ما فيهش رجال. هاكي تبرهني كل مرة باللي ما عندكمش نتوما رجال. نسألك سؤال بسيط خلاص، علاه المغربيات منذ قرون يهربوا غير عبر الدول، يفتشوا على رجال ويفتشوا ثاني على بالك؟ علاه ما كانش في المغرب رجال؟ علاه يعني تطيحوا اكبر الرجاله تاعكم، حتى فقدوا فغيم الرجوليه، على بالك نتوما هلكتوا الرجال تاعكم والرجال تاعكم هلكوكم. اكو تبرهنوا باللي صح حقيقة ما كانش راجل، ولا حبيتي تتأكدي باللي على الرجل الجزائري؟ شوفي روحي لأعلى مستوى عندكم، روحي للملك سقسيه، والفاهم يفهم واش قاعدة نهضر، فهمتي؟ سقسي بوريتا تاني على بالك، سقسيه هو تاني، يا الملكة دو مومون اللي راكي ليبوز دو روا. والله شوفي على بالك باللي راكي ضحكة، على بالك باللي ندبتي للمغرب، المغرب مندوب، مندوب مسود، زدتي على بالك باللي صبغتي هاد الخطرة بالفيولي. تبهديلة، تبهديلة، تبهديلة عليك، يا المجنونة، يا المجنونة، مجنونة. نهار طنتي ترعدي، نهار طنتي تمثلي، دوك عدتي تمثلي كيما الأطفال بلا فاليز وراح الجزائر. شتي الويدان هادوك تاعنا سيغتو لي يجيو في الويست، على بالك وين يروحو شتو لي تستنفع بيهم، كي يعني ربي كيرزقنا بالأمطار، ربي سبحانه رزقنا بالأمطار، على بالك واش تكون لي يستفادو منو، أم يستفادو منو المدن تاعكم هادوك الحدودية الجهة تاعنا تاع الويست، أم هما لي يستفادو منو؟ يعني نقول لك الجزائر تالمون كريمه، تمد كل شيء، شوفي ربي احنا رزقنا ربي بكل شيء. ومليح باللي تزيدي تفهمي حاجه، افهمي باللي شوفي انت ما عندكش، ما عندكمش واش تخبيو، مهلوكين، مهلوكين فريمون. راح نعاودو نقول لكم كل شيء، كل شيء، كل شيء نقولوه لكم، كاش ما توعاو شويه، وكاش ما الرجاله اللي كان كاينين فريمون يعني اكزيستيو ولو شويه، ينفضوا تبن عليهم، ينوضوا شوية، يتحركوا
واش بيهم هادو مدايرين هكذا؟ يعني ساخت، حنا على بالنا الحشيش ولا دغوك وهاديك وهاديك هتكوهم ندبولهم، بصح شويه سبحان الله هذا الراجل يشوف في مرته تخدم في الخدمات باكل تجيب له، المهم تجيب له الدراهم الاخ كيف هذيك كيف، ما ينطقش ما يهدرش عليه، يعني الرجوليه فقدوها لهذه الدرجه. مي يعني بغي ما راكم تبهديله، راكم تبهديله، الدعارة سياحة جنسية لا بيدوفيلي ندب السواد. ولو غران اكزومبل سي القصر، بعد القصر بعد في هاد الحالات ممكن نتوما تالمون تبعوا القصر، حتى عدتو تسمى عليكم ندبلكم، عدتو كي القصر كي الشعب كيف كيف، مستوى واحد فريد، مستوى الملوك هو مستوى الشعب. على هذيك ما يهدرش، يلغياجي با يلغياجي با مسيو ميمي، ما تسمى جايتو بلي كل شيء طبيعي، تسمى العالم بكل يهضر عليه على هاد المهلكه وعلى هذيك وعلى هذيك هذيك توريزم تاع لي فيو لي فيو لا غراند كاركاس دو موند لي تجي لي كومون تو لي، كما هوش توريزم تاع السياحه يعني بالمفهوم تاعها تاع السياحه، سي سياحه موسخه، سياحه خامجه، يجيوكم لا تسمى لي فيو هذوك من العالم بكل يجيو بوغ اون ديتونت منها كل شيء تاع ديزونا 10 حوايج في وحدة تمام، ماشي احنا يجيوكم الناس ولا يجيوكم كيما لي يديروا الافلام تاع انفان الجنسية وهذيك وهذيك، هم يجيو لمراكش بس كاينين يا دي فيلا كيما يعاودوا المغاربة لما يقولوا بلي كاينين دي فيلا اللي راهم حاكمينهم لي زوروبيان سورتو لي فرونسي، يجيو تما دي سوسيتي يجيو تما يديروا افلام تصوير تاع افلام جنسية، و مام قال لك في هذوك لي سونتر تاع لو ماساج اللي مدايرينهم انسان ما يجمعش، ممكن كاين ان سونتر اللي يكون نظيف، بصح لا بلوبار هذوك اللي تحلو حلوهم مام الخليجيين حلوهم المغربيات يديروا فيهم الماساج، وكي على بالك واش من ماساج، ديجا كاينين الناس اللي مالكين دي سونتر اللي مضاف يعني ايزون ريكلامي، قال لك حنا رانا نخدمو في جهه و هادو لي زادو انفان دي سونت خرين خمجونا رامي يديرو تسمى السياحه الجنسيه تما. يا بشرى يا بشرى حبسي شوي عليك، حبسي عليك حتى شكي تفضح لي بزاف والله العظيم، وحنا ما حناش حابين نفضحو يعني نزيدو نكملو عليكم، المغرب راهو هلكا ايه مولاتكم بعد من ساور جالي احرار هكا مش قابلين الشوفه هذه تاع المروك هكذا، والانحطاط والانبطاح والرخص والدل والفساد والمنكرات، مش حابين يشوفوا بلادهم هكا، ومن حقهم من حقهم. إيه لكن انت تحبي الرخص والدل والفتي هودي ايه بما ما لازمش تكذبي على الاحرار بيسك راهم عارفين وعلى بينهم، يا مخلوقه بركيكه كي جبتي السبان للمراركه بكل، علاه يعني علاه علاه، والله ما حابين نفضحوهم اكثر من هكذا، والله مهما يكون مع ربي مع ربي ما حناش مرتاحين، بس كنتي لي قاعده تفتشي كل يوم كل يوم، وانت تخلطي كل يوم، وانت تتعزي كل يوم، وانت تجيبي تافهه تاع لي فيديو اللي هتك. يا مخلوقه بركيك يوم خوفي يا اعدم بركي 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 بركيك، على بالك بلي شوفي على بالك بلي واش الدرك الدركو على الامير تاعكم مسكينه كل يوم هو محضر كيما قالوا هالساعه في القهاوي تاعكم في لي ريستورون في كلش في كل بلاصه يحكيو بيه، عارفينو بكل عارفينو بصح لو مالوغ بكل ما يقدروش يهضروا، لعصا لعصا قعدكم لعصا قعد قعدكم، واش تهضري نتيا مع الشعب كيما حنا اللي ينتفض الوقت ما يحب، كي تشوفي ها كيف يقلب الأنظمة والرئيس اللي ما يعجب، شوفي نقدروا نقلبوا الرئيس ولي معاه ولي معاه الوقت اللي ما يعجبو الناس، بصح بوغ لانستون ديري مليح في بالك حنا مرتاحين مع الرئيس تاعنا، مع الرئيس الجزائري تبون الحمد لله قاعد يبرهن للشعب واش قاعد يخدم، والناس بكل عندهم عيوبهم عندهم أخطائهم، المهم راهو قاعد يخدم في الشيء اللي فريمون هضر عليه الشعب، الشعب كي تشوفي فيه الجزائري واش دار، زجهم لي في الحبس لي في الحبس وليا وهارب هارب، وخليو كل يوم كل يوم كاينه محاسبة، واش تهضري علينا؟ ما تقدريش شوفي ما تقدريش تقارني روحك بينا أبدا أبدا، ما يحصل لك الشرف بس كلها هنا تولي قضية شرف وانتي بينا شرف، دونك حتى روحك ليا بعيد خلاص، وروحي تخدمي خدمتك وكلي الطريف تاع الخبز لي تشريه كل يوم ولا يمدوهولك،
اسكتي خلي امك تقعد ترونكيل، كي مرضتيها. او حكى لي واحد مغربي دو توت فاسون هنا في الجزائر، قال لي ماي ماشي راضيه عليها خلاص، يعني كي وصلتي امك اللي تسبان فيها وزادو خرجوا لي دوسي تاع امك. بركيك حرام عليك، احشمي شويه، احشمي احشمي، وما تزيديش خطا اخرى تدخلي في الشيء اللي بعيد عليك وتمني به. انت كي تمني بالغوله قاعد عقلك كيما تاع ام بي بي، مارغري شيطان مارغري ابليس في اشعال الفتنه، بصح عقلك هك صحبه. يا روحي تموتي على روحك، روحي لك، شوفي نقول لك روحي نطفي روحك صافا، كي عدتي شويه نطفي روحك، ماشي كيما انف احمد المصري هو اللي قال لك الريحه تاعها لا تطاق، قال لك قشها ما تغسلوش تخبيه وتزيد تعاود تلبسه، قال لك ريحتها فريمون فريمون ناتينا. هو مسكين بوسيبل هذا، واش تاني اللي زاد هربوا منها. المهم شوف نقول لك باللي الجزائريين بعد عليك، ديري ديري احفظيها احفظيها كل يوم، احفظي احفظي باللي يقولي لا مقارنه مع الجزائري، ديري مليح في بالك. الرجوله كيما تحبي، حنا شوفي كي نعودو حنا رجال، فما بالك الرجل الجزائري، فما بالك يروحي يقعدي مع الحلايقيه تاعك هذوك اللي مساكن كل يوم هما يتفتفوا لك ويتمهبلوا اللي يحكيوا في التاريخ اللي زادوا شوهوا التاريخ تاعكم، ما لقيتوهم ما عندكمش تاريخ، شويه لو بو لو بو لو بو ديستوار ماروكان راهي زاد هلكوها مساكن. ايه روحي خبي وجهك وانفضي عليك التبن، كلي طايف تاع الخبز وخلي امي متكي مراكي تقولي تعيش ترونكيل، خليها هحشمي. المهم نقول لكم جزائريين شوفوا دو توت فاسون كل ما تنفس عطاوها الحس، بلوس كي سي كي تنفس علينا كي ما تهدرش علينا خليوها، كي كل ما تخرج علينا عطاوها الحس، بلوس ابليس هذا لا 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 حشمه لا قدر لا تربيه لا والو والو، ابليس قاعد غير اشعال الفتنه. ونقول للمراركه اللي فريمون ما اداوناش ما نتمناوش ناديوكم، بصح هادي ابليس المغرب هو اللي زرع الفتنه، هو اللي دار كل شيء بالجهل تاعو لانه ابليس تافه. دو توت فاسون خليكم دركا ان شاء الله بون جورني، بقاو على خير جزائريين في الساعه هذه، باي باي.